بسم الله. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. الدكتورة سلوى المسماري، رئيسة اللجنة العلمية لمكافحة مرض الجذام بالإدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز الوطني للأمراض. حبيت نلقي الضوء على مرض الجذام عامة، لأن في شوية شوشرة عند الناس واعتقادهم أن فيه أن المرض جديد. يعني مرض الجذام طبعا هو مرض معدي تنقل نوع من البكتيريا تعرف بالمتفطرة الجذامية، والبكتيريا هذه طبعا تنتقل عن طريق الجهاز التنفس العلوي وعن طريق الملامسة. فترة الحضانة بتاع البكتيريا هذه فترة طويلة جدا، توصل من سنتين إلى حتى 20 سنة. لذلك المرض ما هوش معدي زي مثلا الأمراض الثانية الإنفلونزا ولا الإيدز ولا المرض. العلاج منه أصبح ممكن طبعا، لأن موجود حاليا من سنة 1995 بدأت المنظمة بتوزيع العلاج متعدد الأدوية، يعطى لمرضى الجذام ويتخذ في حسب نوع الجذام. فيه منه نوعين، نوع جلدي ونوع جذام جذري أو جذمومي. النوع الجلدي هذا ياخذ العلاج بتاعه حوالي 6 شهور، والنوع الثاني اللي هو الجذمومي علاجه سنة كاملة اللي هي 12 شهر. الجذام سجل قديم يعني من الزمن، من قبل الميلاد 500 قبل الميلاد. يعتقد أنه نشأ في البداية في الهند، وأن جيوش الإسكندر المقدوني جابوه معهم لأوروبا، ثم انتشر عن طريق التجارة لمناطق اللي هي شمال أفريقيا والمناطق الثانية. نحن في ليبيا الحمد لله، وبرنامج مكافحة مرض الجذام منذ بدايته في 1971 كان معتمد على اكتشاف الحالات ومعالجتها ومتابعتها، تسجيل المخالطين. المنظمة الصحة العالمية تعرف البلاد أنها متخلصة من الجذام لو كان عندها حالة واحدة لكل 10,000 مواطن، ونحن العدد هذا وصلنا له من بداية البرنامج. يعني احنا ما عندناش العدد هذا، يعني نعتبر في ليبيا المرض شبه متخلص منه، يعني الحالات بسيطة جدا. نحن من عندنا في 1995 كان عندنا حوالي 25 حالة. السنة هذه حالة واحدة، 3 حالات سجلت السنة اللي فاتت، حالة واحدة. مقارنة بالدول المجاورة مثلا مصر تسجل 1000 حالة في السنة، والسودان تسجل حوالي 3000 إلى 4000 حالة في السنة. فنعتبر طبعا تعتبر ليبيا من دول قليلة التوطن، والتوطن يعني أن المرض موجود لكن بأعداد بسيطة جدا. يعني قمنا السنة اللي فاتت الحمد لله بنشاطات متعددة، منها تدريب الأطباء في المناطق المختلفة على اكتشاف الحالات وعلى طرق إحالتها للمراكز الجذام اللي هي مركزين، اللي هم واحد في بنغازي في مستشفى الجمهورية، والثاني هنا عندنا في مستشفى بيرسطا ميلاد. بالنسبة لموضوع الـ3 حالات اللي سجلت، اللي ذكر إنها سجلت مستشفى بيرسطا ميلاد، طبعا هي ما تلاقيش 3 حالات. احنا في العادة لما نشخصوا الحالة، هي حالة مريض واحد، لما نشخصوا الحالة فإننا نأخذ العينات من 3 مناطق اللي هي منطقة الأذن، منطقة الإصابة اللي هي اللي في الجلد، ومنطقة فوق العين أو الحاجب. فهو القسم الإعلامي طبعا لما شاف 3 عينات فهو اعتقد أنها لـ3 أشخاص ما هيش لشخص واحد، لكن الحقيقة هو حالة واحدة سجلت بيونس ميلاد، وحالتين سجلن في بنغازي، واحدة لليبي وواحد سوداني. وفي العادة احنا نسجله حتى في ناس من دول تانية، سواء من مصر، الهند، السودان، اللي هي الدول اللي هي معروفة ان الناس هذم يجوا وتم معالجتهم للتأكد من ان ما يكونوش مصدر عدوى للمواطنين. وانا نأكد ان البرنامج الحمد لله ماشي بصورة جيدة، العلاج متوفر، ونتابعه في مرضانا ونتابعه في المخالطين بتاعهم. درنا مسح للمخالطين بتاع المريض هذا اللي سجل في بيرسطا ميلاد، وتم إعطاء علاج واقي للأسرة بتاع المريض، وياخذ المريض الحمد لله حالته تحسنت. في 2 أسبوع كانت حالته ممتازة. يعني هو معروف العلاج أنه هو يقضي على 99% من البكتيريا في 2 أسبوع الأولات من أول جرعة ياخذها العلاج. لا والحمد لله الوضع مستقر، وزي ما قلت لكم ان هذا ما هوش مرض جديد، هذا مرض متوطن، لكن حالاتنا بسيطة جدا. يعني في السنوات الأخيرة هذه كلها حالة حالتين إلى 3 حالات في السنة، يعني ما هوش أكثر. وإن شاء الله ربي يدوم الصحة، والحمد لله ربي يطمننا، وإن شاء الله ليبيا في خير والناس نديمة في خير. وشكرا لك.